Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va expliquer l'imparfait. نهاردة هنشرح مع بعض شباب درس الامبارفي هو زمن من أزمنة الماضي. Emploi. On utilise l'imparfait pour les actions longues au passé, les actions répétées au passé et pour décrire au passé. استخدام زمن الامبارفي يا شباب بنستخدمه في الماضي علشان les actions longues au passé الأحداث الطويلة في الماضي الأحداث اللي بتاخد وقت في الماضي les actions répétées الأحداث المتكررة في الماضي عادات كنت بعملها في الماضي et pour décrire au passé علشان أوصف مشهد معين في الماضي formation إزاي بنكون زمن الامبارفيه الشكل اللي قدامنا ده يا شباب بيوضح لنا بشكل بسيط ومختصر ازاي بنكون الفيرب في زمن الامبارفي بس قبل ما نتكلم عن النقطه دي ايه الكلمات اللي بتدلنا على زمن الامبارفي كلمه ايير امس autrefois قديما وكمان في بعض الكلمات الثانيه زي مثلا ما اقول مثلا لو موا ديرنيي اقول لاني باسي اقول ايليا 3 موا ايليا 3 اني كل الكلمات دي بتدلنا على ان كلامي هيكون في الماضي فورماسيون ازاي بنكون الفيرب في الزمن ده يا شباب بطريقه مختصره وبسيطه نقدر نقول ان الفيرب المنتهي بأغ افعال المجموعه الاولى نقدر نحذف الأغ منها ونضيف النهايات الثابته دي افعال المجموعه الثانيه نقدر نحذف الاي أغ ونضيف النهايات اللي قدامنا في الشكل ده افعال المجموعه الثالثه بالشكل ده لكن خلينا نرجع للاصل اصل تكوين الفيرب ازاي اصلا انا بشتغل في الزمن ده اول نقطه شباب انا بس محتاج تصريف فيرب الفيرب اللي هشتغل عليه مع ضمير نو في البريزون وبعد كده بنحذف منه التصريف او ان اس طبيعي جدا الفيرب يكون اخره او ان اس فبنحذف الاو ان اس دي وبنبدا نضيف نهايات ثابته معايا على طول الزمن ده ايه النهايات دي مع جو بضيف اي اس مع تي بضيف اي اس مع اي ال او بضيف اي تي مع انه بنضيف اي او ان اس مع الفو بضيف اي او زد مع الاي لابيك اس الف اس بضيف اي او ان تي ناخذ مثال على الازمنه على الافعال دي لو خدنا فعل من افعال المجموعه الاولى فيرب بارلي صرفوا مع نو نو بارلون نحذف الاو ان اس تفضل بارل اضيف لها اي اس جو بارلي تو بارلي ال ال بارلي نو بارليون فو بارليي ال ال بارلي خدنا مثال على أزمن أفعال المجموعة الثانية الأفعال المنتظمة فينير نو فيني سون طبيعي الفيرب هينتهي بإي إس إس أو إن إس فبتخلى بس عن الأو إن إس وبتفضل إس إس معايا وأضيف النهايات الثابتة اللي اتفقنا عليها أي إس أي إس أي تي إي أو إن إس إي أو زد أي أو إن تي فبالتالي يصبح الفيرب فينير بالشكل ده Je finissais, tu finissais, il, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissent. أفعال المجموعة الثالثة بنشتغل على نفس القاعدة بصرف الفيرب مع نو بحذف الأو إن إس مثال على كده فيرب أفواغ نو زافون نحذف الأو إن إس أف ببدأ أصرفه مع جو جافي تو أفي إل إل أفي نو زافيون فو زافيي إل إل زافي إل زافي لكن في بعض الملحوظات ضروري ناخد بالنا منها يا شباب مثلا فيرب زي فيرب مانجي فيرب مانجي دي حالة استثنائية في تصريفه مع نو لان احنا بنضيف له ا علشان نطق حرف الجي ما يتغيرش ف فيرب نو فيرب مانجي مع انه هتبقى نو مانجون قبل الاو ان اس هنلاقي فيه ا الاو دي هنحتفظ بيها عادي جدا في كل الفيرب باستثناء النو والفو لان مش هيصبح للاو دي اهميه لان كانت وجودها عشان نخلي حرف الجي يتنطق ج مش ج ففي النو والفو مش محتاجين الموضوع ده لان عندي بديل للكلام ده حرف الاي اي او ان اس اي او زد فverb manger هيصبح بالشكل اللي قدامنا ده je mangeais tu mangeais il elle ont mangé nous mangions vous mangiez il elle mangeait كمان verb être بما ان هو مش منتهي ب ان اس في زمن البريزون فاصبح له شكل مختلف خالص في زمن الامبارفي بناخد او تي بس وبنضيف لها النهايات الثابته فاصبح verb être بالشكل اللي قدامنا j'étais tu étais il elle était nous étions vous étiez ils étaient elles étaient كمان فيرب لو فوار بما ان هو ما بيصرفش اصلا مع النو فهو بيصرف بس مع ايه فبياخد الشكل اللي قدامنا برضه يبقى ايل بلوفي ايل بلوفي هو بس ده الشكل الوحيد ليه في زمن الامبارفي طيب كده احنا درس كده درس اتشرح نيجي نروح على
اكزرسيس. الاكزرسيس ده شباب موجود عندنا في البوكلت باج 32، باج 32. Le mois passé, je suis allé à l'école en avance chaque matin. Verbe aller, il s'agit de ma je, بمشي على القاعدة الطبيعية بتاعتي بصرف مع نو بحذف منه الان اس هتفضل لي ال هنضيف له النهاية مع جو هتبقى اي اس هيصبح بالشكل ده. J'allais. 2. Hier, je suis être à la maison, mon père lire le journal. Verbe être, مع verbe être, احنا اتفقنا ان هو حالة استثنائية فبالتالي بشكل E accent aigu T وهضيف له النهاية مع جو يبقى été. Verbe lire. Lire هنا بصرفه مع mon père. Mon père يعني أكنه il فبصرف verbe lire مع nous يبقى ليزون بحذف له ان اس تفضل ليز اضيف النهايه مع مون بير اي تي يصبح بالشكل ده ليزي. La semaine passée, nous regardions la télévision. لو بصينا الفيرب ريجاردي فيرب برومي جروب مجموعه اولى منتظم جدا فبصرفه بشكل طبيعي هينتهي بحرف الدي وهضيف النهايه بتاعتي مع نو اي او ان اس يصبح بالشكل ده ريجارديون. افون تير لو مالاد بروندر فيرب بروندر نتصرفوا مع نو خنو نحذف له ناس ونضيف النهايه مع لو مالاد كانه ايل يبقى لو مالاد خوني النهايه تبقى اي تي خوني. ايير كوم دابيتود ايل مانجي فيرب مانجي تصرف مع ايل افيك اس طبيعي هصرفه مع النو هينتهي او ان اس ومسبوقه بحرف الاو اللي اتفقنا عليه في الشرح فنخلي حرف الاو برضه واضيف النهايه مع ايل افيك اس ايل افيك اس هتبقى اي او ان تي يبقى اصبح الفيرب مانجي. هسيب لكم 6 7 8 9 تحلوهم انتم وتشوفوا الاجابه هتظهر لكم ازاي معاكم دقيقتين. دقيقتين اظنهم كتير هفترض انهم دقيقه. شوف قارن الاجابات اللي انت كتبتها بالاجابات اللي هتظهر قدامنا. Au revoir, à la prochaine leçon, inshallah.